أنا عايز أفترض يعني صيغة كده يا دكتور علي وحضرتك تصلح لي، هل الزوجة إنها تعاقب زوجها إن صح التعبير على مسألة تكرار الحلف بالطلاق في كل صغيرة وكبيرة، بأنها مثلا تقول له أنا يعني ممتنعة عنك، أنا مش هخدمك، أنا مش هتعامل معاك لحد ما تروح تتحقق من هذه يعني الأيمانات أو من الحلف ده في علشان الحالة نشوف دي وضعنا لو عامل إيه؟ إن الزوج حلف طلاق وقر في نفسها أن الطلاق واقع أو استشعرت أنه في بالفعل خلاص ما في بيننا طلاق، نعم في هذه الحالة تقول له لا لازم نسأل في الطلاق الأول، ما فيش نعم مانع. يعني تاخد جنب وتقول له اسأل في الطلاق الأول أيوة نعم، وبعدين ده نشوف الأحسن الأمر. والأولى نعم، طبعا أكيد. ربنا يصلح الأحوال يا رب.